خبريها فوزية بنادي عليكي من تحت بقالي ساعة. ايه ما سمعنيش؟ لا ما سمعاش. طب تعالي تعالي اقول لك على حاجة. قولي قولي يا اختي. شوفي انا ما قصداش اتدخل بينك وبين اخواتك، انت عارفاني ماليش صالح. انا بس كنت عايزة اقول لك يعني ان اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما انت زي اختي برضك. طيب اوعي تصدقي انه محتاجين. لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب ان كان على اخويا انا اديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان، انما طول ما وراه العقربة كريمة دي ما هيطولش مني مليم احمر. صح يا بنت صح كده. انا كنت عايزه اقول لك كده. والبت ناديه دي كمان لازم ما نخشش البيت تاني، دي بنت قليله الادب عايزه تتربى. هقول لك ايه، ما هي كل ما تمشي من البيت اخوك يجري يجيبها، ده انا غلبت معاه. خلاص انتي عليكي مروان وانا علي عبد الحكيم. لا يا اختي ما اقدرش. يقولوا ايه طفشت مرت ولدها؟ لا 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 لا، وانا حسيسه اسمع كلمه كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي، اصل البت ناديه دي زي عمتها واقطع دراعي اما كانت بتنجل لها كل كلمه وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا وده عايزه كلام. بس قولي لي نعملوا ايه؟ معرفش، بس لازم الواد مروان ده يكرهها يشوفها كانها عزرائيل قدام. يا اختي حياتك عندي، ما خليت حاوي ولا مخاوي الا ما روحت له، فيش فايده. حاوي ايه ومخاوي ايه؟ انت عايزه تخطيط على كبير، حاجه كده تخلي الواد مروان يشوفها جرده يحلف ميت يمين ما تخش البيت تاني، وابوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزيه يوم المونه يا اختي، وساعتها اجوز ست سته على مزاجي. انا اللي غلطان، انا اللي عملت كده في نفسي. ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك يا عم، كل حاجه هتتصلح، وابوي انا اللي هكلمه. بس انت لازم تجيب الراجل اللي نصب عليك ده. هيحصل، وحق جلال الله لا يحصل. قول لي يا عم انت عامل ايه؟ والله مش كويس يا مروان، اللي حصل ده خلاني عرفت اني ما كانش لازم اسيب البلد واصل. هو ايه اللي حصل؟ بيحضرك اكتر من كده، ده انت اللي بتجيب الفلوس. ما عاد شوف العمر يا مروان، البنات كمان كبرت. بنات عم رجاله. تعال بقول لك ايه يا مروان. قول. ما تبقى تجيب مرتك واختك وتيجي تزورونا. هيحصل. يعني احنا المفروض ان احنا نموت بعض. هيحصل يا عم، انا كنت بفكر بكده، وابوي انا اللي هكلمه وافهمه على الفوله. والله يا ابوك ده انا مستغرب، يعني يكفي الموبايل وما يقولش لحد هو فيه. ما انت عارفه. لا 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 علي الطلاق، انت راجل اي كلام؟ ازاي تنزل البلد من غير ما تعد علي؟ والله العظيم تلك احلف بالله العظيم ولا تخطها على لسانك. انا زعلان، زعلان قوي كمان. انت المفروض اول ما تنزل البلد هنا تعد علي. والله كنت جاي لك. جاي لي؟ جاي لي ميت بعد ما الليل بيدخل علينا ولا ايه؟ وبعدين قوم يلا تعال نتغدى مع بعض. يقوم روح فين يا عم؟ ولا كلمة. انت كيف تسيب البنت تطلع من البيت؟ هي اللي هبت وخدت فدلها. خدت فدلها؟ تديها بالجزمة تحبسها في الأوضة وتقفل عليها بالمفتاح. أنا زهقت 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 يا ولد، دي غيرة نسوان وشغل حريم مش هيخلص. يا عبد السلام النسوان محيرينه، يعمل ايه الراجل؟ أمه ومرته. أمه طبعا، أنا بقول لك أها أمك لو عملت فيها إيه تقول لها كمان، وزيدي يا خالة، ولو فتحت خشمها تعال قول لي. والله يا عم أنت اللي بتصبرني على اللي أنا فيه. طيب يلا نقوم نتغدى وتاخد مرتك وأنت ماشي، وبعدين اتوحشت عمك عايز أقعد معاه شوي. يلا يلا مروان يلا. تفضل يا عبد السلام. رد بقى يا عبد الله، رد، قلبي وقع في رجلي. رد الصبر يا رب
الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر من عندك. في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. مفيش حاجة، سيبيني في حالي يا زينب والنبي عشان خاطري سيبيني. لا انا مش هسيبك في حالك، انا عايزة اعرف في ايه. يا بنتي بقولك سيبيني في حالي، ومحضر هتفتحولي. انا عايزة اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا ماما، عشان انا خلاص مخي هيشت مني. عايزة تعرفي ايه اللي حصل؟ ايوة يا ماما عايزة اعرف ايه اللي حصل. ان النوس يا اختي بتاع امه، اول ما عرف ان ابوكوا فلس طفش، خدله في سنانه وقال يا فكيك. وامه اول ما شافتني ما صدقت، كانها لقيت لقيه قدامها وهاتك اديله. يا دماغي، دماغي. هو مين ده اللي فلس يا ماما؟ ابوك يا زينب، ابوكوا فلس. لا لا فهميني، انا مش فاهمه حاجه خالص. والله العظيم ابوكوا فلس. لا الحقيقي. تعالي اقعدي. دماغي يا اختي، دماغي يا اختي. انا مالك، انا مالك يا حبيبتي. دماغي ماما. اطلع من الحركات دي يا ماما. دي يعني شكلك كده كنت بتسأليه هو بيحبني ولا لا، عشان يعني خايفة عليا مش كده؟ ما سألتوش يا بنتي ولا اتكلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكوا سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه، يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي. وديني اوضتي. يعني ايه؟ يعني كل حاجه، كل حاجه؟ يعني خلاص بقينا على الحديده ولا ازمه وهتعدي وخلاص؟ بنت انت، انت بالذات دونا عن اخواتك، مش عايزه اسمع اسمك خالص، مش عايزه اسمع صوتك، بتنشزي وحشه. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل اسود ومنيل على دماغي. يا بنت امشي من خناقتي يا بنت. لازم اعرف برضه ايه اللي حصل. امشي يا ريتال. لما يجي ابوكي يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزه اسمع صوتك يا بنت. ما اهدي بس شويه، تلاقيكي فهمتي الموضوع غلط من بابا. لا لا يا شهد، ما فهمتش غلط يا بنتي. وابوكي لو عارف ان الموضوع فيه سوء تفاهم ولا فيه غلط، ما كانش لابس وتهندم وعصر على نفسه شوالليمون ونزل لاخوه عشان يطالب بحقه وبورثه عشان يفك الازمه اللي احنا فيها. بابا لا يمكن يعمل حاجه زي دي الا لو فعلا في كارثه. يسلم في امك يا حبيبتي، يسلم نفوخك ودماغك. احنا فعلا في كارثه كبيره قوي.